زي النهاردة السنة اللي فاتت رحل عن عالمنا الزميل الإعلامي الكبير الأستاذ وائل إبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وطبعا رحيله خسارة كبيرة للإعلام المصري والعربي، خاصة أنه كان ليه مدرسة خاصة في الحوار الصحفي والتلفزيوني. كلنا طبعا كنا بنتابع برنامج الحقيقة وبعدها برنامج التاسعة اللي كان بيقدمه على التلفزيون المصري. تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مع بعض مرة تانية. أي بداية بتكون مصحوبة بالقلق، أي حد يقولك كده وأنا ببدأ تجربة جديدة ما عنديش قلق، الحقيقة لن يكون مهموما بالنجاح. بالتأكيد عندنا قلق، إن شاء الله يزول هذا القلق مع يوميا مع نقاش القضايا ومع التفاعل مع الجماهير إن شاء الله، ومع التعبير عن كل قضايا المجتمع المختلفة. في 9 من يناير العام الماضي 2022 رحل عن عالمنا الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذي حارب فيروس كورونا لأكثر من عام. ولد فارس الأعلام المصري في أكتوبر من عام 1963 في مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية، وعمل في بداية مشواره الأعلامي صحفي بجريدة روزا اليوسف، وشغل منصب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وكان من مؤسسي جريدة الصباح، كما اشتهر بتقديم تحقيقات صحفية أثارت الرأي العام، ما جعله يرتبط بوجدان جموع المصريين، منها تحقيقات اللاجئين في الجولان ومعاناة مرضى الإيدز في مصر، وفجر العديد من الموضوعات مثل سلسلة الهاربين في لندن وغيرها. يعد برنامج الحقيقة الذي كان يقدمه الراحل أحد أشهر البرامج التلفزيونية التي ارتبطت بها أذهان المصريين وأيضاً العرب، وناقش البرنامج العديد من القضايا المهمة والجدلية في التاريخ المعاصر، لينتقل بعد ذلك إلى خلافة الإعلامية منى الشاذلي في تقديم برنامج العاشرة، كما قدم أيضاً برنامج كل يوم كان آخر ظهور له أمام جمهورها عبر شاشة القناة الأولى المصرية من خلال برنامج التاسعة، والذي تغيب عنه بعد إصابته بفيروس كورونا، ليكمل من بعده الإعلامي يوسف الحسيني. رحم الله الإعلامي المصري الكبير وائل الإبراشي فارس الإعلام المصري.